نشكر الله على كل الإحسانات التي نعلمها والتي لا نعلمها. كانت هذه عظة ألقاها المطران بولس يازجي طالبا الشكر لنعم الله قبل اختطافه بأشهر قليلة. 7 سنوات مضت على حادثة اختطاف المطرانين يوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس وبولس يازجي مطران حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس. ومثلما تضاربت الأنباء بشأن ملابسات حادثة الاختطاف والجهة الخاطفة، استمر التضارب في تطورات القضية وحالة المطرانين حتى الآن. الجهة التي اختطفتهما وهي عصبة الأنصار لم تحظى بسلطة عليهما طويلا، إذ سلمتهما لتنظيم داعش بعد فترة وجيزة. وبحسب مصادر متعددة ومتقاطعة، فإن مكان احتجاز المطرانين تبدل عدة مرات، أحيانا لأسباب تتعلق بالسرية وأحيانا أخرى توخيا لإبعادهما عن خطر المعارك والقصف. من مكان الاختطاف الأول بالقرب من المنصورة بريف حلب شمال سوريا وصولا إلى آخر مكان أعلن عن وجودهما فيه وهو قرية الباغوز شرق سوريا حيث كان آخر معاقل داعش. وقتها كانت ثمة مفاوضات تجرى للإفراج عنهما ليصطدم الفريق المنسق بعد سقوط داعش بغياب كل المعلومات التي تكشف مصير المحتجزين لديه وسط تكتم قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي عن تقديم إجابات. وهذا تحديدا ما علقت عليه رسالة كل من بطريرك أنطاكيا للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وبطريرك أنطاكيا للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني في ذكرى اختطاف المطرانين قبل عام. فالرسالة عبرت عن المرارة بسبب التجاهل والتغاضي والتعتيم الكامل تجاه القضية، إلا أن الرسالة نفسها شددت على أنه إذا كان المقصود من خطف المطرانين ترهيب ما يسمى بالأقليات فجوابنا واضح، نحن نرفض منطق الأقلية والأكثرية، إننا مغروسون في هذا الشرق وثابتون فيه بطيب علاقة مع الأخ المسلم، ووجودنا المسيحي العريق لألفي عام ليس له أن تلويه شدة مهما عظمت.